طبعا برعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، وتوجيهه كمان الدايم بالاهتمام بالطلائع والنشء والانتقاء المواهب في برامج متعدده، وتوجيهه لهذا البرنامج مشروع اولمبياد الطفل المصري باستمرار المتابعه والتطوير فيه. الحقيقه انطلاق النهارده الشعله وصولا ل 1700 لاعب لنهائيات الاولمبياد، وهيتنافسوا على مدار 3 ايام. هي ثقافه التنافس اللي بنوجدها لدى النشء والبطل في كل المجالات. دي النسخه الثالثه، اشترك النسخه الاولانيه حوالي 30,000، النسخه الثالثه 246,000. حريصين جدا على التعاون، متعاونين مع وزاره التربيه والتعليم مع المؤسسات المختلفه اللي موجوده بقاعده عريضه جدا تعمل قاعده بناء الرياضه المصريه. الموهوبين والفائقين هم مستقبل الامه، وهم القاده اللي بيقودوا الامه للتطوير والتحديث، ولذلك القياده السياسيه اصلا بتعطي اهتمام جدا للموهوبين والفائقين. وفي تكليف السيد الرئيس لنا احنا كمان كتربيه وتعليم الاهتمام بالموهوبين والفائقين. الحاجه الاهم بقى ان احنا في هذا العام احنا خلينا في يوم رياضي بالتناوب مع يوم انشطه، طبعا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ووزارة الثقافة، لأن لن نكتشف الموهبة إلا من خلال ممارسة النشاط، وبالتالي الرياضة للجميع، من حق الجميع أن هو يبقى بدنيا سليم، ومن ثم يظهر الموهوب، وبالتالي تتقدم مصر بإذن الله. إحنا النهاردة يعني النسخة الثالثة من هذه المناسبة الحقيقة اللي بنحتفل فيها بشبابنا، وإحنا الهدف الرئيسي اللي إحنا كلنا كأهل الرياضة وكناس متخصصين في الرياضة والشباب، إن إحنا بنقتدي بالشعار اللي حطه لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أن الرياضة قضية أمن قومي. أنا بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان الوزير أشرف الدكتور أشرف صبحي، لأنهم دعموا اليوم ده، يوم جميل كل الأولمبيات بتشارك فيه، كل الألعاب مفيش فرق، بيدهم حيوية، بيدهم مهارة، بينموا طاقتهم، بيخلوا لهم مستقبل كبير. بناخد فرصة كل سنة، اللي احنا خدنا 3 محافظة العرض اللي فات، والسنة دي بإذن الله ربنا يوفقنا إن شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. بصراحة أولمبياد الطفل المصري مهمة لينا، وبتفيدنا في حاجات كتير، زي بتفيدنا مثلا احنا نتعلم احنا نقف قدام ستيج كتير ناس كتيرة، وبتساعدنا في حاجات كتير يعني منها ثقة النفس، وبتدينا حركات جديدة نتعلم منها وكده. دي حاجة حلوة جدا اننا نقف ما بين العدد ده كله، وكمان بعيدة عننا احنا بنفتتح، بس الناس اللي جاية تتسابق كمان، دي حاجة حلوة جدا بالنسبة لهم.